بموجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكافة نساء مصر في يوم المرأة العالمي. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني. بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانا غدا السبت، كما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة. يأتي ذلك حرصا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وأشارت الوكالة إلى أن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي. يواجه فريق النادي الأهلي نظيره الزمالك بنهائي كأس مصر في 7:30 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض بالمملكة العربية السعودية. ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على إنبي 3-0، بينما بلغ الزمالك الدور النهائي بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح. ويسعى النادي للتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39، بينما يأمل الزمالك الحصول على البطولة 29 في تاريخه.